الأخ حسن التابي كمرشح للحزب في طاطا بعد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات، قرار المكتب السياسي بالإجماع وافقوا على الأخ حسن التابي وتزكيته كيكون مرشح للحزب في طاطا. وجينا بهذه الزيارة أولا لنبلغه بقرار الإدارة المركزية والقيادة الحزبية، وكذلك جينا كذلك للاطلاع على أحوال التنظيم والذي قرر الجميع أن يعيد النظر فيه ويعيد هيكلته، وكذلك نفتح نقاش بيننا وبين المناضلين داخل تنظيماتنا الحزبية في طنطا.